بسم الله الرحمن الرحيم. في كل ابن آدم عظمة صغيرة في آخر العمود الفقري، قال له عجز الذنب كحبة الذرة، لا تقبل هضم بأي معدة ولا طحن بأي طاحونة، ما تقبل ولا دق بأي مدق، تبقى كما هي. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ومات من في السماء والأرض، وعجب الذنب للذين أكلت الأرض أجسادهم موجود في الأرض، يأمر الله تعالى السماء تمطر ماء أن يغوص في الأرض، فإذا وصل إلى أي عجب الذنب نبت الجسد عليه كما تنبت الشجرة من الحبة. وإذا لهذا دائما الحق تعالى يمثل العود في الآخرة بالأشجار في الدنيا وأحياء الأرض بعد موتها. فإذا بالأرض ملانة أجساد 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 الملايين الملايين ملايين من الأجساد موجودة من بني آدم والحيوانات والجن، كلهم أجساد مطروحة في الأرض، فيأمر الله تعالى إسرافيل بعد ذلك يحييه، قم يقوم يأمر ينفخ ثاني مرة في الصور وتجمع بعض الأرواح فيه، فتطير الأرواح طيران، كل روح يبحث على جسده ومباشرة، وهذا رابطة بين الروح وجسدها في أي محل في لحظة واحدة تدخل فيه. أتروح إذا بل مثل الجراد يقومون من القبر الواحد والثاني أعداد كبيرة، هذا في ظلمة وهذا في نور وهذا في بهاء وهذا في كدورة، وهذا مع النبيين وذا مع الصديقين وذا مع البعيدين وذا مع الفساق وذا مع اليهود وذا مع النصارى. تتعجب من تزاحم الأضداد في بقعة واحدة، يقول أحد مع النصارى وأحد مع الأخيار وأحد مع المسلمين وأحد مع النبيين في من قبر واحد. قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يوم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر، تشوف الجراد في الفضاء وهذول من القبور يخرجون هكذا جراد بني آدم.